او كيلو جول بير سكند على حسب الايه اليونت اللي انا هديها لك بالنسبه للام في والسي بي والكلام ده. تمام. طيب نيجي بعد كده على مساله. المساله بيقول لي هنا ايه ان كاونتر فلو دبل بايب هيت اكستشينجر. يبقى انا عندي ايه كاونتر فلو. طب الكاونتر فلو ده لو انا هاجي هرسمه مجرد ان انا بس اعرف انا هرسم ايه الكاونتر فلو يبقى الدخل عكس بعض. يبقى دلوقتي لو انا عندي هنا الاتش داخل في الاتجاه ده وتبدا درجه حرارته تقل هلاقي ان الكولد ماشي في الاتجاه ده ودرجه حرارته بدات ايه تزيد. يبقى ده كده لو انا هرسم ده كده الاتش اللي هو الهوت هيبقى ده كده هو الايه الكولد. خلاص ده كده الكولد. وعشان اجيب اللوج مين تمبريتشر ديفرنس انا عرفت ان دي الدلتا تي واحد يبقى دي كده من هنا لهنا ده كده هتبقى عندي ايه دلتا تي واحد. طب ومن هنا لهنا ده دلتا تي اتنين. خلاص. طيب نيجي نكمل. بيقول لي كاونتر فلو لمجرد عرفت ان كاونتر فلو خلاص عرفت انا هرسمها ازاي. ليه كاونتر فلو؟ لان ده لو انا قلت ان ديت ايه هلاقي ان الاتش داخل من عند الايه والكولد داخل من عند البي. تمام. طيب بيقول لي كاونتر فلو دبل بايب هيت اكستشينجر ووتر از هيتد فروم. خلاص يبقى هيتد فروم يبقى معنى كده ان الكولد ده اتسخن من كام؟ من 20 ل 60. يبقى ديت درجه الحراره هنا 20 ولغايه كام وصل لكام؟ ل 60 باي ان اويل. يبقى دلوقتي انا سخنت الكولد ده بواسطه ايه اويل. السبيسيفيك هيت بتاعه الاويل بكام؟ 1.45 كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن. يبقى السي بي بتاعه الاويل موجوده عندي. اند ماس فلو ريت. الماس فلو ريت الام دوت بتاعه الاويل بكام؟ 9.10 كيلو جرام بير سكند. اويل از كولد فروم. يبقى دلوقتي انا اعرف عرفت فرق درجات الحراره بتاعه الميه كانت داخلة عند 20 وخرجت عند 60 والأويل اللي داخل عندي عارف السي بي بتاعته وعارف الام دوت بتاعته وقال لي ان الأويل ده از كولد فروم كام؟ كانت درجة حرارته هنا 220 بقى عند الخروج كام؟ 150. خلاص يبقى انا دلوقتي عرفت بالنسبة للأويل الام دوت والسي بي والدلتا تي. يبقى اقدر احسب الكيو بتاعت ايه؟ بتاعت الأويل اللي هي هياها نفسها الكيو بتاعت ايه؟ بتاعت المية. خلاص يبقى اف ذا اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت بكام؟ ب 400 واط على المتر تربيع سيليزيوس. خلاص يبقى مديني هنا اليو. طالب مني ايه بقى؟ طالب مني ريت اوف هيت ترانسفير. سهله احنا قلنا دلوقتي ان الكيو اللي انا عارفه الهوت الهوت بيساوي الكيو بتاعت ايه؟ بتاعت الكولد. صح. طب الكولد ده انا عارف منه ايه الهوت؟ هلاقي ان انا عندي هنا بالنسبه للهوت اللي هو الاويل اللي درجه حرارته كانت عاليه وقلت اعرف ان هو ده بيساوي احنا قلنا بيساوي الام دوت هوت السي بي هوت الدلتا تي ايه هوت. طبعا هو للاويل. صح. يبقى ممكن اقول ام دوت اويل سي بي اويل دلتا تي ايه اويل. الام دوت موجوده عندي معطى فين؟ الام دوت اهي 9.10 كيلو جرام بير سكند وعندي السي بي 1.45 وعندي فرق درجات الحراره. يبقى انا اقدر احسب ايه الريت اوف هيت ايه في ترانسفير بكل سهوله عن طريق القانون ده. خلاص. طيب بعد كده طالب مني الماس فلو ريت اوف ايه اوف ووتر. طيب انا دلوقتي عندي عايز احسب الماس فلو ريت اوف ووتر. يبقى انا دلوقتي الماس الكيو ال بتساوي ايه ام دوت ووتر سي بي للووتر اللي هي 4.18 في الدلتا تي للووتر. انا عندي الدلتا تي والسي بي معروفة اللي هي 4.18 يبقى انا عندي مجهول واحد بس اللي هو الايه الام دوت. اساويها بالكيو اتش اللي انا لسه حاسبها اقدر اجيب ايه الام دوت. بعد كده عايز ايه؟ عايز السيرفيس اريا اوف هيت اكستشينجر. طيب عشان احسب السيرفيس اريا انا عارف ان القانون ان الكيو اللي انا لسه حاسبها ديت بتساوي برضو اليو في الاريا في الدلتا تي لوج مين تمبريتشر ديفرنس. الدلتا تي لوج مين تمبريتشر ديفرنس اقدر احسبها لان انا عندي كل درجات الحراره اللي هي دلتا تي 1 ناقص دلتا تي 2 على لين دلتا تي 1 على دلتا تي 2 من القانون اللي احنا لسه قايلينه ده. يبقى انا اقدر احسب ايه الدلتا تي واليو معطى والكيو انا حسبتها في المطلوب رقم كام؟ في المطلوب رقم 1. يبقى المجهول عندي بس الوحيد في القانون ده هو الايه هو الاريا واقدر احسبها بكل سهوله.
تمام. نبص برضو على حل المسألة دلوقتي. انا عندي هنا هو قال لي كاونتر فلو، يبقى كاونتر فلو يبقى المسألة عندي هتترسم ازاي؟ ان انا عندي تيل الاويل كانت درجة حرارته هنا خلاص في الجزء ده كده خلاص اهو، هتبدأ ان هي ايه توصل عندي لايه للتي هوت في النهاية. طب والتي كولد هيخش هنا ويبدأ ان هو يخرج من ايه من الاتجاه ده زي ما احنا كنا رسمينه خلاص. يبقى انا عندي بعد كده اديني رسمت الرسم ماشي، هبدأ ان انا اكتب المعطيات. عندي الووتر اللي هو كولد فلويد مديني ايه؟ مديني التي سي، قال لي ان انا سخنته من 20 لكام؟ ل60. والسي بي ده معطى انا عارف اللي هو كام، 4.18 كيلو جول لكل كيلو جرام. طب الاويل مديني ان هو كان 220 درجة وصل لكام؟ ل150 درجة. والسي بي الهوت بتاعت الاويل كانت كام؟ 1.45 كيلو جول لكل كيلو جرام كيلفن. وعندي الام دوت اللي هو الماس فلو ريت 9.10 كيلو جرام بير سكند. وعندي الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت من ده بكام؟ ب400 وات لكل متر تربيع سيليزيوس. نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه. يبقى انا دلوقتي عندي هنا الكيو للهوت طبعا لان ديت اللي انا عارفها، بيساوي ام دوت هوت اللي هي بتاعت الاويل في السي بي هوت للاويل في التي اتش 1 ناقص تي اتش 2. كل ده موجود عندي، فقدرت احسب الكيو دوت اللي هي الحراره اللي الزيت هيفقدها، واللي هي هياها نفسها لو انا فرضت ان انا بفرض عندي ان ما فيش عندي ان الهيت اكسشينجر ده معزول جيد جدا خلاص، فما فيش عندي حرارة هتفقد للسراوندنج، فهيبقى عندي ان الكيو هتساوي 91 35 كيلو جول بير سكند، اللي هو جول بير سكند اللي هو الوات. يبقى كيلو ممكن اكتبها كيلو وات او كيلو جول ايه بير سكند تمام. طيب الماس فلو ريت بتاعه الووتر، انا خلاص انا الهيت لوس باي اويل يعني الحراره اللي هيفقدها الزيت هتساوي الهيت جيند باي ايه باي ووتر، يعني الحراره اللي هيفقدها الزيت هي الحراره اللي هيكتسبها الميه. انا عارف ان الزيت ام دوت زي ما احنا كتبنا في القانون ده في السي بي هوت تي اتش 1 هوت او ان ناقص تي اتش اوت خلاص بتساوي ام كولد سي بي كولد دلتا تي كولد. انا عارف ايه اللي انا عارفه، السي بي عارفها اللي هي 4.18، السي بي عارفها والدلتا تي عارفها خلاص، وده انا لسه حاسبه اللي هو كام، 91.35. يبقى المجهول عندي بس ايه ام ايه ام دوت للمية، اقدر ان انا احسبها طلعت عندي كام 0.545 كيلو جول ايه بير سكند تمام. ده كده بالنسبة للمطلوب رقم 2. عندي المطلوب الثالث اللي هو كان طالب ايه الاريا. انا عارف ان الكيو اللي هي السيرفس اريا، عارف الكيو بتساوي ايه، بتساوي اليو في الاريا في السيتا مين او الدلتا تي مين خلاص. في بعض الكتب بتساويها يا اما السيتا مين يا اما الدلتا تي مين خلاص. طيب السيتا مين او الدلتا تي مين بيساوي دلتا تي 1 ناقص دلتا تي 2، الناس بتسميها برضو الكتب بتسميها سيتا 1 خلاص، ناقص سيتا 2 على لين سيتا 1 على سيتا 2. احنا قلنا السيتا هتساوي ايه في حالة البارل، احنا قلنا باخد المدخل اللي موجود عندي ده، يبقى تي اتش 1 ناقص تي سي 2 يعني المدخل بتاع الهوت ناقص المخرج بتاع الكولد. ده في حالة ايه؟ في حالة الكاونتر فلو، لان المسألة عندي كاونتر فلو اللي هي دي سيتا 1 ودي سيتا 2 ثابتة على طول على حسب الشكل اللي موجود عندي تمام. هعوض عندي اللي هو سيتا 1 تي اتش 1 ناقص تي سي 2 اللي هو المخرج بتاع الكولد ناقص سيتا 2 اللي هو عندي تي اتش 2 المخرج بتاع الهوت ناقص المدخل بتاع ايه بتاع الكولد. كل درجات الحراره اللي موجوده ديت موجوده عندي، اعوض عنها جبت قيمه السيتا مين طلعت بكذا سيليزيوس او كلفن خلاص، هي عندي ما فيش فيها مشكله في تعويضتها خلاص، يبقى يا اما سيليزيوس او كلفن. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هيبقى عندي الكيو هتساوي ديت خلاص موجوده ان حسبتها في المطلوب رقم 1، اليو ده معطى، الدلتا سيتا مين انا لسه حاسبها اهوت، السيتا مين حاسبها، يبقى عندي مجهول بس ايه الايه طلعت بكام، طلعت 0.00158 متر سكوير تمام. ديت عندي اول ايه اول مساله. في مساله تانية هناخد واحده بقى بارل
بيتكلم عندي فور ديزايننج ذا كوندنسر اوف شبرا باور بلاند. يعني انا عندي في محطه كهرباء بتاعت شبرا ديت انا عايز اعمل ايه ديزاين للايه للكوندنسر. خلاص بيقول لي دلوقتي سين وولد كونسنتريك تيوب هيت اكستشينجر. يبقى انا عندي دلوقتي هيت اكستشينجر موجود عندي لسه ما اعرفش ان كان كاونتر ولا بارل. خلاص الطول بتاعه ال بكام، طول الهيت اكستشينجر ده بكام، التيوب اللي موجوده فيه ال بكام، ب1.9 من 10 متر. خلاص is to be used to heat deionized water يعني ماء مقطر. خلاص ببدا ان انا عايز اسخنه من 20، يبقى ده عندي بالنسبه لي طالما عايز اسخنه يبقى هو ده بالنسبه لي الكولد. يبقى دلوقتي هيخرج عند كام؟ 50. وعندي الفلوريد بتاعته كام؟ 5 كيلو جرام بير سكند. يبقى انا عندي الدلتا تي بتاعت الدي ايونايزد، وعندي الام دوت بتاعت ايه الدي ايونايزد. خلاص وعندي برضو هنا السي بي، السي بي ليه للدي ايونايزد عندي. يبقى انا دلوقتي اقدر بدايه كده اقدر احسب ايه، اقدر احسب الكيو، لان الكيو بيساوي ام دوت موجوده في السي بي موجوده في الدلتا تي بتاعت الدي ايونايزد موجوده، اقدر احسب الكيو. تمام نكمل المساله. ذا دي ايونايزد ووتر فلو ثرو ذا انر تيوب اوف، مديني الديامتر بتاع التيوب. يبقى هو مديني الديامتر بتاع التيوب ومديني ايه اللينس. يبقى طالما مديني الديامتر ومديني اللينس اقدر احسب الاريا، لان احنا قلنا الاريا هيساوي ايه الباي في الدي في ال. تمام بس طبعا بعد ما احول الدي هنا لايه للمتر. واي الهوت بروسيس ووتر، الميه السخنه اللي انا هسخن بيها بقى الدي ايونايزد ديت عند درجه حراره كام؟ عند درجه حراره 100 درجه. خلاص في الالت والاوت هتخرج عند كام؟ عند 60. خلاص يبقى درجة الحرارة كام؟ 100، هتخرج عند 60. ده بالنسبة للأوت. The flow in annulus form with the outer tube of 60 سنتيمتر diameter. خلاص يبقى ده التيوب الخارجية اللي موجودة عند 60 سنتيمتر diameter. The thermophysical properties، يبقى ده دلوقتي عندي البروبرتيز اللي موجودة عند، بيتكلم بيقول لي ايه؟ consider parallel flow. يعني أول حاجة هحل المسألة ديت على حاجتين. لو انا دلوقتي لو كان عندي بارلل فلو، يبقى دلوقتي الاثنين الرسمه بتاعت البارلل فلو هيبقى عندي الشكل هيبقى ماشي ازاي، هيبقى ماشي عندي كده. خلاص سوري، لو ده الهوت هيبقى درجه الحراره كده خلاص عند A و B وفي الاتجاه ده. طب والكولد هيبقى عندي ماشي في الاتجاه ده كده. خلاص ويبقى عندي هنا الكولد اللي هو الدي ايونايزد كان كام؟ كان 20، بقى كام؟ بقى 50. خلاص طب والهوت كان 100 بقى 60. ده كده ايه؟ ده كده بارل. خلاص طب لو في حاله الكاونتر هرسمها ازاي؟ خلاص بقى عرفت ان انا عندي في حاله الكاونتر هيبدا ان انا عندي في حاله الكاونتر هيبقى الهوت هياخد نفس الاتجاه ده كده. خلاص والكولد ده كده هيبقى 100 وده كام؟ 60. والكولد هيبقى عندي يبدا من 20 وهيوصل لكام؟ لغايه هنا 50. يبقى ده كده 20 وده كده كام؟ 50. خلاص ويبقى عندي الدلتا تي 1 او السيتا 1 هي ديت في حاله البارل. خلاص دي كده ايه السيتا 1 وديت السيتا 2، وهنا ديت هيبقى عندي كده هو ده في الاتجاه ده الهوت، والكولد يبقى في الاتجاه ايه ده عشان لو ايه في حاله ايه في حاله الكاونتر. يبقى ده كده السيتا 1 وده كده ايه السيتا 2، ده السيتا 2. تمام طيب نكمل. بيقول ايه consider parallel flow configuration of the exchanger determine minimum flow rate required for hot بروسيس ووتر. يبقى عايز الام دوت بتاعه الووتر اند اوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت ريكوير فور ساتش كونديشن. يبقى دلوقتي عايز اليو، عايز ان انا احسب الكيو، عايز احسب الكيو وعايز احسب ايه الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت. طيب دلوقتي انا عندي هنا درجات الحراره ديت موجوده عارفها اللي هي ايه، اللي هي عندي من هنا كانت 100 نزلت ل 60 وال 20 وصلت لكام؟ وصلت ل 50. يبقى انا اقدر احسب السيتا مين اللي هو اللوج مين تمبريتشر ديفرنس. خلاص عن طريق القانون اللي احنا قلنا عليه، وهنبص على الحاله دلوقتي بالتفصيل. خلاص وانا عندي هنا ايه تاني ممكن اقدر احسب عليه؟ انا عندي هنا الفرق درجات الحراره بتاعه الدي ايونايزد ووتر خلاص كانت 20 بقت 50، عندي الدلتا تي وعندي الام دوت وعندي السي بي. يبقى انا اقدر احسب
الكيو، الكيو هتساوي ام دوت سي بي دلتا تي، هي بتاعت الدي ايونايزد ووتر اللي هي الميه اللي انا عايز اسخنها، وهي هيها بتاعت ايه، بتاعت الميه السخنه اللي هي اللي انا سخنت بيها. خلاص يبقى دلوقتي المينيمم فلو ريت ريكوايرد فور هوت بروسيس، هقدر ان انا احسب الكيو هوت من هنا واسويها بالام دوت سي بي. طبعا انا عندي السي بي بتاعت الهوتات اللي هو الوركينج ووتر، عندي السي بي موجوده، وعندي الدلتا تي بتاعت الووتر، اقدر ان انا احسب ايه الام، ايه الام دوت، تمام. واقدر في نفس الوقت اجيب ان الكيو بتساوي اليو في الاريا في الدلتا تي مين، الدلتا تي مين هقدر احسبها من من العلاقات اللي موجوده عندي ديت، وعندي الاريا اقدر ان انا باي في الدي في ال، يبقى انا عندي بس المجهول الوحيد عندي هو اليو. تمام نبدا نشوف الحل. تمام هلاقي عندي هنا الكيو دوت لوس اللي الميه هتفقدها، خلاص المية السخنة هتفقدها، هي بتساوي الكيو دوت جين اللي هي المية الدي ايونايزد اللي هي المية المقطرة هتكتسبها. يبقى عندي ايه، ام دوت ووتر سي بي ووتر تي اتش وان اللي هي المية ناقص تي اتش تو اللي هي كام، اللي هي 60، بيساوي ام دوت دي دبليو اللي هي الدي ايونايزد ووتر في السي بي دي دبليو، خلاص في التي كولد. طبعا احنا قايلين هنا ايه، الاوت ناقص الان يعني الكبيره ناقص الصغيره، يبقى انا عندي ام دوت بتاعه الووتر ده كله موجود، يعني السي بي بتاعه الووتر موجوده في الجدول، تي اتش ناقص التي اتش الثانيه اللي هي ال100 ناقص ال60، ام دوت موجوده معطى في المساله اهي اللي هي كام، 5 كيلو جرام بير سكند. خلاص يبقى ام دوت موجوده، السي بي موجوده في الجدول، التي سي 2 هيخرج عندي عند كام، 50 ناقص التي سي 1 اللي هو 20، يبقى انا هعوض في القانون، هقدر ان انا بكل سهوله احسب الام دوت دبليو طلعت معايا بكام، 3.735. تمام طيب برضو ممكن ان انا لو كنت عوضت هنا في القانون ده عادي جدا اقدر اجيب الايه، الكيو لوس اللي هي ام دوت، طبعا بعد ما جبت الام دوت اعوض هنا في القانون ده، اقدر ان انا اجيب الام دوت في السي بي دبليو تي اتش 1 ناقص تي اتش 2، هي هيها، حتى ممكن ان انا احسبها من القانون ده افضل، لان ده كله معطى، الام دوت اللي هي ال 5 كيلو جرام بير سكند، السي بي من الجدول، التي سي ب 50 ناقص الكام، ناقص ال 20، قدرت ان انا اجيب الكيو لوس اللي هي بتساوي الكيو جين اللي هي بتساوي اليو الاوفر هيت ترانسفير كوفيشنت في الاريا في الدلتا مين لوجاريتمك ايه، temperature difference. خلاص طيب يبقى انا عندي هنا الكيو هتساوي الام دوت دي دبليو في السي بي في الدلتا تي، قدرت ان انا احسبها. طب الاريا الباي في الدي في ال، خلاص حولت ال 15 سنتي قسمتهم على ال 100 عشان يبقى ايه، عشان يبقى بالمتر، خلاص في اللينس اللي هو 1.9، يبقى انا كده جبت الاريا مساحه السطح الخارجيه للانبوبه المعرضه لانتقال ايه، لانتقال الحراره. خلاص يبقى دلوقتي هجيب الدلتا مين، احنا قلنا ده بارل، يبقى عندي سيتا 1 ناقص سيتا 2 يبقى الفرق ما بينهم طبعا اللي هو 100 ناقص 20 خلاص 80، خلاص وهنا السيتا 2 اللي هو يبقى عندي 60 ناقص 50 اللي هي كام، 10. يبقى انا كده قدرت احسب الدلتا سيتا لوجاريتمك من تمبريتشر ديفرنس، اعوض فين في القانون اللي موجود عندي اللي هو هنا ده القانون ده، خلاص يبقى انا عندي ديت خلاص انا حسبتها، وعندي ديت حسبتها، وعندي ديت حسبتها، يبقى انا عندي اليو بس هي اللي مجهوله، اعوض في القانون ده اجيب قيمه ايه، قيمه اليو الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت، وديت كانت المطلوب الاول من المساله. تبنيجي على المسؤوليه المطلوب الثاني، بيقول كونسيدرنج كاونتر فلو اللي هو ايه، الشكل ايه، الشكل ده كاونتر فلو كونفيجريشن ديترماين اوفرول هيت ترانسفير ايه كوفيشنت. طب لو كان كاونتر فلو مفيش اي مشكله خالص، انا حسبت عندي الكيو هنا دوت، خلاص مفيش مشكله، هاخد الكيو دوت اللي انا حسبتها ديت وابدا اعوض فين، في الكاونتر فلو. يبقى انا عندي هنا اللي هيتغير بس الاريا هتبقى ثابته، خلاص ما مش فارقه معايا، هي مساحه السطح المعرضه هي ثابته، اللي هيفرق عندي هنا ديت هتتغير، بدل ما كنت بقول تي اتش 1 اللي هي سيتا 1 كانت السيتا 1 كانت تي اتش 1 ناقص التي كولد 1، لا هتبقى التي كولد 2 اللي هي الخروج عندي بتاعت التي كولد، يبقى بدل ما كانت 100 ناقص 20 هتبقى 100 ناقص كام، 50 ب 50، وهنا بدل ما كانت هتبقى 60 ناقص 50 هتبقى 60 ناقص كام، 20 ب 40، واحسب السيتا
مين temperature difference، وبعد كده اقدر ان انا احسب الدلتا سيتا مين. خلاص يبقى نفس القانون اللي فات اللي هو القانون ده، قدرت ان انا ديت خلاص انا حاسبها من مطلوب رقم ايه، وديت حسبتها من مطلوب رقم ايه، وديت لسه حاسبها دلوقتي تحت اهيت. خلاص يبقى المجهول عندي هو الايه، هو اليو الاوفر الهيت ترانسفير كوفيشنت، اقدر ان انا احسبها عادي مفيش اي مشاكل. وده كده بالنسبه لنا كانوا مسالتين عن ازاي ان انا اقدر استخدم القوانين الخاصه بتاعه الهيت اكسشينجر، سواء كاونتر او بارل فلو، وازاي ان انا اقدر احسب الاوفرول هيت ترانسفير كوفيشنت خلاص لو هو طلبها مني، وازاي ان انا احسب الكيو وانا عارف ان الكيو في حاله ان انا عازل كويس يبقى الكيو لوس بتساوي الكيو جين. خلاص وفي الجزء الثاني اللي بعد كده ان احنا ان شاء الله باذن الله هنبدا ناخد مسائل اكتر بافكار تانية مختلفه، بحيث ان احنا نبقى غطينا الجزء ده كامل ان شاء الله. تمام، ربنا يوفقكم، ان شاء الله هنغطي الجزء ده تاني بمسائل تانية بحيث ان هو يركز، بس نحاول ان شاء الله نذاكر الجزء ده كويس ونفهمه عشان الجزء اللي جاي يبقى بالنسبة لنا سهل. تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام.